هو كان ده أكورديون وعود، يقعد عشان بس يجي من الفرن يكون اتحمى مرتاح شوي، يقعد برا يحمل الأكورديون ويصير يغني. شو يغني؟ شو كنت تغني؟ يا لورا حبك يصور الجيران يقولوا لي لايك كركور عم بغني لك، ما بيعرفش غير هالغنية. وهيك تعرفنا على بعضنا. يلا يا شباب بكرة مطعم يكون لوبة عنا خضرة. ايام الدنيا شو بصارت بصارت اوام بس هاي النعنع هاي تمنيني 15 سنة عملت جردان بالمدرسة. انا هون اختلفت انا والرئيس، تركت المدرسة، بعتت وراي عملت جردان عنده. تاني سنة كمان اختلفت انا وياها، ما بدها تعطيني مصاري، ما بدها تعطيني اجرتي يعني. نزلت على بكفاية، بكفاية في بالمحادثة دار الكويتلي، رهبت الكويتلي سلام. نزلنا أخذنا هناك، صار كل يوم بعد يوم هو يطلع لعندي يجيب لي تروي أكنافي، يجيبني مثل ما كان دارج يعني أكثر شي كنافي. هونك نهار اجت الرهبة قلت لي شو هو شو بوه منو هذا اللي بيجي كل يوم كل يوم بيجيب لك بيجيب لك ساندويتش بالكنافي ما بعرف شو. قلت لها شو بدك فيه انت عم بيأذيكم شيء؟ قالت لا ممنوع انه يجي. قلت لها ممنوع انه يجي وانا كمان ما بقى بدي هون، انا مانيش تلميذي انا معلمي، انا ساعة البدي ساعة اللي بيجي باخذ منك اذن وبطلع بواجهه بالساحة. هونك اختلفنا نحن وياها. لما عرف هو انه اختلفت انا وياها، هونك نهار جايب لي كنافي وطالع على اساس بدي تروق انا ورفقاتي. ما خليته يفوت ولا خليته يبعت وراي، لقت لي كنافي وكبهم بالنهر. عشية قال لي انه نطرني بالبوسطة وقال لي يا بتروحي معي خطيفة يا اما انا وياكي ما بقى في شيء. قلت له بس اعطيني فرصة 10 دقايق حتى افحص ضميري. قال لي هلا يا بتمشي معي. بس هاد كثير هالقد بنيبكم تحطوه. لا يا شيخ عم تحكي حقيقة. لا لا هيدي صرت حيات، صرت حيات ما فيها شيء. قلت له طيب بس ايش بدي اعمل بي وامي؟ قال لي شو بدك ببيك وبامك؟ اذا بتحبيني اللي انا مشي معي هلا اني رحنا خطيفه. بيي هون اجت البوسطة ضيعني. واني لور ما واني لور ما اجت لور. يا طانوس شوفار البوسطة واني لور قال لهم ما شفتها اليوم. كان في رفيقه هو اسمه طانوس الله يرحمه، اعطاه خبر قال له اذا ما جتش انا عشية مع طانوس كون انا اخذت خطيفي لور. راح هداك قال لهم لبت بيي، قال لهم لور اخذت خطيفي. بيي نهر كتير انه كيف مش قلت له انا انه بحبه مثلا انه بدي اتجوز. كانوا يسألوها تقول لهم ما في شيء. يسألوني شو في انت وياه؟ قال لهم ما في شيء ما بدي اتجوز. مين ما اجى لعندي قال لهم ما بدي اتجوز، انا بدي ضلني حره. بيي حمل الزفت ونطرني تا يا ساعه بدي طول بده يقوصني. وكانت جوزنا وقعدنا وربينا عائله وبعدنا قاعدين نحن. بعد ساعتين قال له روحوا خذوا الاوراق خليه يتكللوا. عرفتي كيف؟ ايه بحبوها كتير بس هو اخذ خاطر انه تسالوها في شيء انت وياه. قلت لهم لا. ليلي السهرة عنا، ليلي يروح يسهر عنا، يعرف انه الوالد بينام الساعة 9 ما يضل بعد الساعة 9 يحمل حاله ويفل. وهيك يعني وهالخبرية كنا بس مش كنت تروح اسهر عنه كل ليلة مش لذة. في اشياء فعلا بالحياة حلوة واحد لازم يعرفها وليش ياخدوا فيها. وش أعمل أنا كل ليلة؟ شو بدي ضيف؟ شو بدي حط مثلا؟ يلا أعجن صفوف أو جاتوه أو شيء، الفرن موجود نحط هالجاتوه هالصفوف هالرز الحليب هالنشك دارج يعني. سهرية بالجبل مثل جبال يعني. حلو الجبل. الساعة 9 خلص دق الجرس. يقول له البي دق الجرس. يقوم يفل. فوت بيني أخذوني ناس حلي رحمه مات
عمي مدفن جديد حلو. بعت وراي قال لي يا عبدو تعا وينك؟ قلت له شو بيك ابو منصور؟ قال لك اسمه. قال لي عمل عندي بلاطه لي انا مدفن خاص بدي احفره. قلت له انا ايه؟ وين؟ طلعنا. زلنا نزلوا فتحوا لي المدافن، اول طابه، ثاني طابه، ثالث طابه تحت. قال لي هون ورا الباب الحديد. متر بمتر، بلاطه خيمة مثلها. بدي اشتغل عليه مدفن خاص فلان كذا كذا، شيدة، المهم ولدة توفي بالتالي كذا. اجا بدك وقت، قلت له والله يا خو جمزه عم نعبك للعشية، بكون اجا بدك قلت له 600 دولار، قال لي طيب 600 دولار تكرم عينك. ام اعطاني مصاري، قلت له عبك جيت كان ابونا موجود، قال لي عبك تعال بفتح لك الباب، نزل فتح لي الباب. اخذت العده ونزلت. أنا تيري طابة تحت الأرض كلها موتى. وقال أوضة لقيت شي 15 جتي فيه أو 20. قلت إيش هالساعة 5؟ يعني له 5 بتكون خالصة ماكسيمو عشية. كيف بدها بعد نص ساعة لتخلص. ما سمعت إلا الباب عمل. فتح الباب كأنه واحد ميت قام من القبر. خبيك مزبوط الباب حديد ثقيل عم بالباب ولا بدو انا مقرفص ورا التابوت ورا المقبره وقفوا شعراتي شعراتي جايبين لهلا حامل فرشاي ولا ايدي ما بعرف كيف جمدت زلمه اصحاب القبر بعده طيب كان عم بيجهزه قولي تسع وعيت هيك وطلعت انا مين قام علي اطلع مي مين قام مين قام مين قام اي ميت قام علي جمدت بس العده معي انتبه بامكاني اخلع البواب واخلع الدنيا كلها بس جمدت بس وعيت شوي 5 دقائق يعني 6 طنات الكهرباء كانت دق له بيته بقنط الحمرا هو بترد على يمين الخادمه قالوا قلت له قالوا اعطيني مستر منصور مش هيك منصور طامي النير منصور طامي الله يرحمه اي مستر مين هو مستر نيم سكرت الخط قال له شو مستر يعني بقلب القبر يا ابونا سكر الباب وفل بسكر الباب 2 3 وفل جدعتني مره اي قالوا مين مستر نيم مستر نيم عم تفهم علي انه ما في مستر نيم قال له شو بك رد علي أو اتصال تاني اتصال تاني اتصال آخر شيء بترد زلفة مرته شو اسمه أبو منصور قال هونا بتقول لي شو بك عبد معلم عبد قلت له قصة هيك هيك يلا لحظة دواعي خو جا منصور نايم جوزة يعني ما عادش اتصلت فيي العمى وأنا قاعد ناطر آخر شيء بيجي الساعة 6 لأبونا بعد نص ساعة تقريبا بيفتح الباب وأنا واقف هيك بيقول لي ولو ولو يا معلم عبدو ولو لابونا بول قال له عشو خايف هودي شايفهم كلهم ما فيش اعقل منهم عم يعملوا وعظه ما فيش اعقل منهم قال وانا انا مرعوب جوا هاي ترى بعد الدين على مخي كان دقلت له دقل له اجى قال له عبدو بعد جوا المهم فلت علي يقول كابونا يقول لي كيف بتسكر الباب علي وانا جوا؟ قال لي انا فكرتك فليت. قلت له ما سياتي قدام الكنيسه. لا خليت لا سويت. قلت له شعراتي شايبين بسببك. بس من هلا وطايل بدي احفر بلاطه بدي اخذيها لهوني انا بعد انزل كنت انزل على المقابر احفر قبل. هلا لا بجيب البلاطه بعمل لك اياها وبتطلع بتركبيها البلاطه فوق. وكانت وهله من الوهلات. ايه هيدي حادثه ما كنت عم انساها بحياتي انا. قصة قلت لك حادثه مره بعثوا وراي مجيب في مصالين كان مع بنخط جوا يعني
وانا مطلع واحد اخذت ابن اختي، ابن اختي دهين بول ابن لودي. قلت لك اخي تعال انت دهين تعال تساعدني شوي. خلصنا كل شيء كانت عزام تجيني. جينا من الفل حس بتضحك شوي بس متخوف. قلت له يا خيلي سكر الباب وراك وانا ماشي قدام نمشي بالسياره. قمت على جاكيته بمسكه الباب بقلب القبر. باب حديد هو. انتبه باب القبر حديد. هو ظاهر من القبر. علقت الجاكيت بالباب وبلش يصرخ يا خيلي لحق اعطوني يا خيلي كمشوني يا خيلي كمشوني وانا شو من كمشو. فكر انه الموتى هني قاموا عليه كمشو. طلع انه اخر شيء فتحنا الباب طلع الجاكيت معلقه بقفل الباب.